حافظ جهاز أبو ظبي للاستثمار أديا على ترتيبه كثاني أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، والأول على مستوى الإمارات بموجودات بلغ حجمها 773 مليار دولار حتى شهر إبريل الماضي، وذلك وفقاً لآخر تحديث من معهد صناديق الثروة السيادية الأمريكي. ومنذ تأسيسه عام 1976 يحرص الجهاز على الاستثمار في موارد مالية من خلال تحقيق العوائد على المدى البعيد، وذلك بالنيابة عن حكومة أبو ظبي. ويستثمر الجهاز 55% من أصوله في استراتيجيات مرتبطة بالمؤشرات، بالإضافة إلى أسهم الشركات محدودة رأس المال والسندات الحكومية والاستثمارات البديلة والعقارات. ويتمركز نصف استثمارات أديا في أمريكا الشمالية، فيما تبلغ حصة الاستثمارات في أوروبا نسبة 35%، بينما يشكل حجم الاستثمارات في الأسواق الناشئة نسبة 25%، وتبلغ دول آسيا المتقدمة نسبة 20% من حجم استثماراته. أما على صعيد دولة الإمارات، فقد احتلت مؤسسة دبي للاستثمار المرتبة الثانية من حيث حجم أصول صناديق الثروة ب70 مليار، وتليها شركة الاستثمارات البترولية الدولية ب65 مليار و300 مليون، وشركة مبادلة للتنمية ب55 مليار و500 مليون، وهيئة الإمارات للاستثمار ب10 مليارات، وهيئة رأس الخيمة للاستثمار ب1 مليار و200 مليون. وعلى صعيد التصنيف الإقليمي، تشير بيانات المعهد إلى أن السعودية تأتي في المركز الثاني عربياً بعد الإمارات عبر مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، والتي بلغت أصولها 676 مليار دولار، كما احتلت المركز الثالث عالمياً في التصنيف المنفرد للصناديق، وجاءت بعدها هيئة الاستثمار الكويتية ب410 مليار، ثم قطر ب170 مليار، والجزائر ب77 مليار و200 مليون، ثم ليبيا ب66 مليار، وسلطنة عمان ب8 مليارات و200 مليون، والبحرين ب7 مليارات و100 مليون. أما على المستوى العالمي، فقد حلت الصين في المرتبة الأولى كأكبر دولة في العالم من حيث أصول صناديق الثروة السيادية، حيث بلغ حجمها 1.309 تريليون دولار، وتلتها الإمارات العربية المتحدة، بينما حلت النرويج في المركز الثالث، وتلتها مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، ثم سنغافورة.